أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم
صدق الله.